رأيي أن وجودنا أصلا في المحكمة العليا من أجل الدفاع عن حقنا في النضال من أجل المساواة والعدالة لجميع المواطنين هو أمر غريب. تجمع يعني لا حاجة لوجوده في هذه المحكمة، هناك حاجة لمحاكمة أحزاب تحمل فكرة ترانسفير، هناك حاجة لمحاكمة الأحزاب التي تؤيد الاحتلال، التي تؤيد الاضطهاد. تجمع الوطن الديمقراطي نحن نناضل من أجل العدالة والمساواة لجميع المواطنين في الدولة عربا ويهودا، ونحن سنستمر في هذا النضال مهما كان القرار. نعم، القرار سيصدر يوم الأحد القريب إن شاء الله، ما هي توقعاتك؟ أنه إذا كانت الحسابات قانونية واضح أن القرار سيعيد التجمع بقوة إلى الانتخابات، لأنه لا يوجد أي ادعاء قانوني ضدنا. نأمل أن يكون ذلك وأن لا يكون هناك نقاش سياسي بدل النقاش القانوني والمهني. بتقديري التجمع الوطني الديمقراطي مستمر بقوة في هذه المعركة. حتى الآن لا يوجد لدينا أي اقتراح مكتوب من أي طرف بالنسبة لفائض الأصوات، وإذا كان هناك اقتراح سندرسه بشكل جدي طبعا في المكتب السياسي وفي مؤسسات الحزب وسنرد عليه كما يجب. يعني لسه بدري لسه بدري على استطلاعات الرأي تقديري، ولكن التجمع احنا ولا مرة نجحنا باستطلاعات الرأي، عندنا تجربة سيئة مع استطلاعات الرأي. استطلاع الرأي الحقيقي هو هذا الالتفاف الجماهيري الذي نراه حول التجمع في كل مكان، في المحكمة وفي قرانا وفي مدننا وفي الشارع. استطلاع من يصوت في الانتخابات هم المواطنون الذين يستطيعون ان يقوموا بهذا الدور وليس استطلاعات الرأي. احنا من عدة ضغط بالصناديق من عدش استطلاعات رأي، واحنا عندنا ثقة عالية جدا باهلنا ومجتمعنا وجمهورنا انه هو مع التجمع الوطني الديمقراطي، والتجمع سيكون مفاجأة هذه الانتخابات. هي كانت محاولة لاسكات صوت الناس، اسكات صوت التجمع، اسكات الصوت الوطني، الصوت الحر. كان في قرار سياسي بلجنة الانتخابات، ولولا انضمام جنس في الدقيقة 95 ما كان بمرق هذا القرار السياسي بلجنة الانتخابات، لانه جنس يريد يعني يسعى بالشطب إلى تشكيل الحكومة القادمة، التحالف القادم وصورة التحالف القادم، وأراد إسكات التجمع. وهذا هي المحاولة إلى الملاحقة السياسية، وإسكات التجمع ستفشل أيضا في المحكمة، لأنه شفنا اليوم الإدعاءات السطحية، الإدعاءات الركيكة، وموقف المحكمة من هاي الإدعاءات. ما في أي شيء جديد، ما في مشكلة بتصرف ولا موقف التجمع، إنما بموقف جانس من التجمع هو اللي كان جديد، وشطب لجنة الانتخابات هو الجديد في هذه الحالة. احنا مستمرين، وإن شاء الله قرار المحكمة سيكون لصالح التجمع وسيقبل الاستئناف، ونستمر في الحملة الانتخابية ونحقق نصر وإنجاز بواحد الشهر القادم إن شاء الله. دكتور مطانس، يعني قالت القاضية إستر حيوت فك القوائم وعادة تشكيلها لا يشكل سببا لشطب التجمع، هذه مقولة هامة جدا. لا، هو كان ادعاء بالمحكمة السابقة انه بما انه في قائمة مشتركة والتجمع جزء من القائمة المشتركة، هذا وكأنه يشكل حماية للتجمع، وشفنا اليوم انه مش بالضرورة، لانه برنامج التجمع، مشروع التجمع، المشروع الديمقراطي اللي بيطالب بدولة مواطنين ومساواة لكل المواطنين، هذا عمليا مش خارج عن القانون، وسنستمر بهذا المشروع ان شاء الله. توقعاتك بالنسبة لقرار يوم الاحد؟ يعني كيف شفنا بالمحكمة اليوم سيكون لصالح التجمع، من الأجواء، من الأسئلة، وكمان مرة يعني الطلب ركيك جدا، وما في إشي جديد بالطلب اللي قدم للجنة الانتخابات المركزية. واضح أنه كان قرار سياسي من جنس لمحاورة إسكات صوت الناس وإسكات صوت التجمع. ما حدث الآن يؤكد من جديد ما قلناه، أن لا يوجد أي يعني دعنا نقول أي شيء يمكن الاعتماد عليه قانونيا من أجل شطب التجمع فعليا. يعني التجمع يحمل رؤية سياسية واضحة، رؤية سياسية عادلة تتمثل في مشروع دولة جميع المواطنين، والواضح أن الحزب المغمور الذي يدعى نحن الذي قام بتقديم الطلب هو أصلا لا يفقه شيء في هذا المضمار، وهذا يعني رأينا التهكم حتى نوعا ما من قبل القضاء في المحكمة تجاه الحزب الذي قدم طلب الشطب. وبالتالي يعني نحن نؤكد ما أكدنا أيضا قبل المحكمة، أن التجمع ماض في مشروعه السياسي التقدمي العادل تحت عنوان دولة جميع المواطنين. يعني وهذه الأصوات الفاشية اليمينية العنصرية لن تثنينا عن ذلك. هبة، يعني قالت القاضية إستر حيوت، قالتها فك القوائم وعادة تشكيلها لا يشكل سببا لشطب التجمع، هذه مقولة يعني هامة جدا. صحيح،
صحيح جدا، وهذا ما خلته القاضية، وهذا يؤكد أيضا ما أقوله أنه يعني قضية شطب التجمع أو عدم شطب التجمع تتعلق يعني المشروع السياسي الذي يحمل التجمع والذي يعمل وفق التجمع، وبالنهاية التجمع هو يعني مشروع سياسي يمثل الناس، يمثل قضايا الناس، ويمثل أيضا أفق سياسي من خلال دولة جميع المواطنين. ولا يمكن يعني إن كانت المحكمة تريد أن تشطب هذا الأفق السياسي الذي يعني القائم على العدالة، ماذا تبقى؟ يعني مشروع التجمع هو مشروع عادل يعتمد أسس العدالة في صلبه، العدالة للجميع، المساواة للجميع. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه مقولة هامة جدا، ومقولة أيضا تثبت يعني أهمية أنه يعني أو رسالة هامة أيضا للأحزاب العنصرية الفاشية التي تستسهل الهجوم على التجمع ومحاولات شطب التجمع المتتالية. يعني أنا أتوقع يعني وفق ما رأيناه على الأقل يعني من بينات قانونية تم تقديمها وأدلة قانونية ضعيفة جدا تم تقديمها، أن تكون المحكمة عادلة أيضا اتجاه التجمع وأن لا يتم شطبه قانونيا. لكن طبعا نحن سنحتاج أن ننتظر، وأنا أعتقد سيكون مفاجئا جدا أن يكون قرار مغاير لهذا. طلع الأجواء عموما كانت جيدة، يعني خلينا نقول أنه هناك تفاؤل حذر، لأنه صراحة يعني رأينا أنه في تضارب ما بين المعايير القضائية والمعايير السياسية لدى القضاء، بمعنى أنه من الجهة السياسية هم أرادوا أن يكون الملف زخم، وهم أرادوا أن يحتوي على الكثير من الأمثلة لكي يستطيعوا دراسته بتعمق كما قالت إستر حيوت رئيسة الجلسة، لكن من جهة قضائية واضح أن هناك يعني ملف ضعيف، بما هو يعني اختزل يعني اعتمد بالأساس على قضية البند 7 ألف الذي يرمي إلى أنه يجدر شطب كل حزب أو حركة أو نشاط تتناقض ويهودية الدولة، وبذلك اعتمدت على مشروع أو خطاب دولة جميع المواطنين الذي يحمله التجمع يعني منذ تأسيسه. ولكن هذه من الجهة القضائية هو ملف ضعيف لا يحتوي على الأدلة الكافية ولا على البنود الكافية لبحثها. من جهة أخرى سياسيا لجنة القضاء توجهت بنبرة عتب إلى المحامي، لماذا لم تضع كل الأدلة التي تريد أن نبحثها ضمن هذا الملف ليصبح ملف زخم ونتمكن من دراسته كما يجب، ولربما نتمكن من شطب التجمع. فهناك تضارب يعني بين المعايير السياسية التي يملكونها القضاء في هذه التركيبة وجهاز القضاء عموما اليوم في إسرائيل، وبين المعايير القضائية.